باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم يوافق ذكرى 40 للمرحومة نادية نسيم سليمان والمرحومة عواطف إبراهيم فهمي والذكرى السنوية للمرحوم واجد وديع. الله يرحم الراحلين، يعطي أسرهم العزاء، الكنيسة تشارك الأسر الذكرى الطيبة للمنتقلين. ونحن مع موعد لدستور المسيحية كله في هذا الإنجيل في هذا الصباح، وكأن الله عايز يوضح ووضح لينا مفاهيم تاهت في وسط زحمة العالم. دستورنا احنا اللي كدنا ننساه او في زحمة العالم وضوضاء الدنيا بعدنا عنه شوية. اللي يسمع انجيل النهاردة يقول يا رب ازاي امشي بالانجيل ده وسط العالم المضطرب اليومين دول، ازاي ده يبقى الاسلوب بتاعي وانا في العالم كده، ده انا هتاكل يا رب. ومن المسيح ببساطة شديدة يرد علينا في انجيل باكر النهاردة، اللي حضر انجيل باكر وحضر انجيل القيامة، يقول لك يا حبيبي اذا كنت قمت مع المسيح، اذا كنت مت معاه الاول وقمت معاه كل ده سهل بعد كده. اذا كنت جربت يعني ايه تموت عن العالم عشان توصل للسماء، يبقى كل ده نفاية زي ما قال بولس الرسول، حسبت كل شيء نفاية لكي اربح المسيح. انا عايز اربح ربنا، ولما ربنا النهاردة يقول لي تعالى أسمعك وصيتي اللي هتمشي بيها في العالم تكسب بيها الحياة الأبدية، أقول له يا رب ها قد تركت كل شيء وتبعتك، ها قد تركت كل شيء وتبعتك. أنا عايز أوصل لك أنت، أنا كل اللي همني إيه؟ أوصل لربنا. كل اللي همني من قعدتي هنا في الأرض إن أنا أعيش مع المسيح في الأرض عشان أملك معاه في السماء. هو قال لي كده أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت، يعني أنا في موضع سرور من الآب علي هورث، ومدام أنا وارث يبقى لازم أشتغل وحافظ على هذا الميراث. الميراث اللي ربنا ادهولك في كلمتين النهاردة في الموعظة على الجبل. الواحد ببص ان الوصية صعبة، والواحد ببص ان الوصية ازاي يا رب اعملها، ازاي يا رب اعيش محبة الاعداء. ربنا يقول لك يا حبيبي هي دي الوصية الوحيدة اللي تميز المسيحي عن غير المسيحي، هي دي الوصية الوحيدة اللي الناس تشوفك فيها فعلا تقول ده شبه المسيح. عايز تبقى شبه ربنا حب، ولما تحب ما يبقاش حاجة جوه قلبك. بالرغم من صعوبة الوصية ما يقدرش الإنسان يعملها بنفسه أبدا، محتاج قوة تانية تقف معاه تعضده. الإنسان الطبيعي ما يقدرش يحب عدوه، لأن الحياة الطبيعية الحياة الطبيعية واحد بحب واحد، لما الواحد يكره التاني لازم يبادله حتة عداوة صغيرة. إنما الإنسان المسيحي طينة مختلفة، طينة مختلفة تماما، حاجة مختلفة تماما. ليه يا رب؟ يقول لك لأنك مت معايا، لأنك وانت بتموت معايا حبيت الكل، والمسيح مات علشان أحب كل الناس، أحب حتى أعداؤه. والمسيح بقدم نفسه للموت، حب حتى الأشرار اللي صلبوه. واستفانوس أخذ منه الجمال ده،
استفانوس هو بيرجم يقول لهم ايه؟ يقول له ببص للسماء، شاف مناظر السماء الجميل، شاف بهاء السماء وابن الانسان جالس عن يمين العظمه، يقول ايه؟ كل ده يهون بقى، ايه يعني؟ حجر على دماغي وايه يعني؟ شتيمه بيقولوها لي وشويه طوب نازلين على راسي، ما هو دول اللي هيوصلوني للسماء، دول اللي هيخلوا ربنا يقول يكللني بتاج لان انا نفذت الوصيه. يبص استفانوس كده وجهه يلمع نور لانه كان مليء مليان بالروح القدس، يقول لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. يا سلام استفانوس، ده انت بقيت زي سيدك، اتعلمت واخدت الدرس صح من سيدك. يقول له ما انا عايز السماء، انا مش بدور على الارض، عمري ما دورت على الارض، عمري انا ببص على السماء وعيني مكشوفة للسماء، عشان كده شايف السماء مفتوحة. ويجي يوسف الصديق في رحلة عذابه الطويلة، اخواته يعملوا فيه كل حاجة، ولغاية لما يوصل على اعلى كرسي في مصر بعد فرعون، ولما يجي اخواته يعمل معاهم كل الجميل الحلو، كل الجميل الحلو. اصلا انا مش فاكر عداوة، معرفش اعداء، معرفش تبقى في قلبي عداوة. ليه يا يوسف؟ اصله قال لي في محبة ربنا في قلبي، اصله قال لي حب اعدائكم، احب اعدائكم. اللي تعبنا اليومين دول شوية الذات والكرامة، شوية الذات والكرامة دول تعبنا حبتين. ازاي اكلمه؟ وكرامتي فين ومسيحك فين يا اخي؟ ازاي اكلمه بعد الاهانة اللي عملها فيا؟ يا اخي ربنا قال لك احب مش اخوك، قال لك احب اعدائك. صدقوني مشاكل كترت بينا، وبقت المشاكل وصلت لقضايا ومحاكم. يمكن لو رجعنا نفسنا نقول ليه القضايا والمحاكم دي؟ ليه؟ ليه وصلنا للدرجات دي؟ ما عادش فيه محبة العدو، ما عادش فيه الوصية. إنما لما أجر ربنا وأعيش القيامة قلبي يوسع، قلبي يوسع واحتمل، وأحب أعدائي بشكل عملي واضح. ده المسيح مش بس أحب، ده أحب فدى كمان. انت احبيت يا رب. اليوم من الايام كنت ماشي ناحية كورة للسامرة، وطلع يعقوب ويوحنا بتوع السامرة رفضوني، محبونيش ادخل القرية دي. فيجي يعقوب ويوحنا يقولوا له يا رب نصلي تنزل نار من السماء تاكل الناس دول. يرد المسيح بالبساطة الجميلة والحب، يقول له يا اخواتي لست تعلمان من اي روح انتما. هو انا جاي عشان كده، ده انا اللي جاي عشان اللي يضربني بطوبة اديله بلحة، انا جاي عشان افد الناس دي، جاي عشان ارجعهم تاني للمسيح لحضن ابويا. وانت صورة المسيح بتعمل مع اعدائك، بترجعهم ولا تبعدهم؟ انت زي النخلة الجميلة اللي محملة بلح، لما حد يحدفك بطوبة او لعنة او شتمة بتنزل له ايه؟ المفروض تنزل بلحة حلوة، المفروض تنزل بركة. هو يلعن وانت تبارك، هو يشتم وانت تدي بركة، هو يقول كلمة ما تمجدش ربنا وتطبطب وتقول له يا حبيبي ده ربنا بيحبك وعلمني ازاي احبك. هي دي المحبة. أصلك محتاج قوة الصليب. اللي ما حضرش إنجيل باكر فاته كتير، اللي ما حضرش إنجيل باكر فاته إزاي يحب ربنا. عشان كده ربنا بيفكرنا تاني بيقول لك عايز تسلك الوصية النهاردة حبيبي وتمشي فيها، موت مع المسيح، موت مع المسيح عشان تقوم معاه، عشان تشوف صورة القيامة. ولما تشوف صورة القيامة والمجد تهون عليك الأرض، تهون عليك كل حاجة فيها، يهون عليك حاجة زيلة مش قاعدة
وحاجة أنا يوم من الأيام هسيبها، أتأمل عظمة السماء وحلاوة السماء والعشرة مع ربنا. ياما ناس قديسين باعوا كل حاجة، وياما ناس قديسين احتملوا كل حاجة، وتبص تلاقي القديس ده يمكن كان من يوم من الأيام أمير أو ملك، ساب التاج، سابه أصله في تاج أحلى، أصله التاج ده يوم من الأيام هيدود ويسوس ويعدي، إنما في تاج أحلى أنا بكنس في السماء حيث لا سارق ولا سوس. في تاج تاني هي ربنا هيحطولي على راسي، هو ده التاج، هو التاج اللي هقف قدامه أمام عرش الله وتأمل محبة ربنا وأسبح، هو ده التاج اللي ربنا عايزك تلبسه. عشان كده خد بالك ان المحبة دي مش شوية مشاعر ابدا، حاسب تفتكرها كده، حاسب تفتكر ان المحبة شوية مشاعر نقعد نديهم لبعض، ويوم ما واحد بس تطلع منه كلمة كده ما تبسطكش شوية يا الدنيا تهيج. ده الكتاب قال احبوا اعداءكم احسنوا. يوم ما تبقى محبة بس ما فيهاش إحسان ما تبقاش محبة، تبقى مشاعر. عشان كده عايز تحب حبيبي إحسن، عايز تحب إحسن يعني خليك معطاء، خلي المحبة اللي جواك تزيد على مستوى المحبة، تبقى محبة بلا رياء، محبة بدون حدود، محبة زي ما قدمها أبوك اللي في السماء. الواحد بيسأل نفسه النهاردة أو دلوقتي بالذات، لو حد لعني ألعنه؟ لو حد شتمني أعيد نفس الشتيمة ليه؟ ممكن أسكت واحتمل، ممكن أسكت واحتمل بس جوايا نار، أه يا النار اللي جوايا ما ردتش وخدت حقي. شغل العالم ده مش شغل ولاد ربنا ابدا ابدا. شغل ولاد ربنا انك انت تسامح، شغل ولاد ربنا انك احب اعدائك بارك لعنك، ده شغل ولاد ربنا. انما لما تبقى زي شغل العالم، في ناس كتير في العالم افاضل شويه مش مسيحيين، عايز تبقى زيهم، امال فين الوصيه دي؟ فين الوصيه دي؟ انا لو بقيت زي واحد فاضل في العالم اي اجر ليا؟ اي اجر؟ ما الخطاه بيحبوا بعض برضو، الخطاه بيحبوا بعض. وكلمه الخطاه كانت زمان في الانجيل معناها الزناه، الزناه يعني حتى دول بيحبوا بعض. انما احنا لينا تسامي تاني في الحب، لينا تسامي تاني في المحبه، لينا معنى أفضل في العطاء. أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. أشغلنا مليانة إساءة واضطهاد، كم واحد بيصلي من أجل الناس دول؟ كم واحد بيعمل كده؟ أنت محتاج قوة، محتاج قوة جبارة ونفس متسلحة بربنا عشان الواحد يقدر يقابل الإساءة بالإحسان واللعنة بالبركة. مش ممكن لوحدك، مش ممكن لوحدك، مش ممكن أقعد أقول خلاص أنا هعمل كده، ما ينفعش. لازم قوة تجيلك، والقوة دي لازم تجيلك من الصلاة. والصلاة يا أخي يا أختي محتاجة ركب منحنية، محتاجة أيادي مرفوعة. مش أنا بقول أبانا الذي وأنا بنام وأنا تعبان وأنا مش قادر أتكلم مع ربنا. مرة بنسأل واحد بنقول له ما تصلي يا مقدس، قال أنا أكلم كل الناس إنما الراجل ده ما عرفش أكلمه أبدا. ليه؟ ده الراجل ده حبيبك، ده الراجل ده يوم من الأيام قال لك أنت ابني. في حد ما يكلمش أبوه؟ في حد بينه وبين أبوه ما فيش لغة تواصل؟ في حد بينه وبين أبوه ما فيش لغة حب؟ إيه اللي جرالنا؟ فيني وفين القعدة مع ربنا؟
يقول لك تعال حبيبي نفسي أسمع صوتك، أدخل إلى مخدعك واغلق بابك. وأنا عمري ما افتكرت أعمل كده. الصلاة هي اللي هتخلي الواحد يحتمل كل هذا. لما الواحد يصلي أول حاجة تعملها الصلاة تنظف قلبي، تخلي القلب نقي. ولو القلب تنقى هيحب، ولو القلب تنقى هيعيش النقاوة بتاعة المسيح زي ما قال الكتاب بالظبط، كونوا أنقياء. لو أنا بقيت نقي هحب، لأن القلب اللي النقي ما فيهوش حقد وما فيهوش غل وما فيهوش كراهية. هكره ليه وغل ليه واحقد ليه؟ عشان كده الصلاة بتدي استنارة. أول حاجة الصلاة بتديها استنارة، أشوف اللي قدامي مش عدو. لما أخد استنارة أشوف اللي شتمني ده مش عدو، أشوف اللي شتمني ده إنسان غلبان مهزوم من الشيطان اللي وراه. اللي قدامك ده اللي بيشتمك مش هو، اللي قدامك بيلعنك مش هو اللي بيلعنك، ده اللي بيلعنك الشيطان اللي متخبي فيه، الشيطان اللي وراه. مش مشكلتك الشخص الغلبان المهزوم ده، إنسان مهزوم ده فعلا محتاج شفقة. عشان كده الكتاب قال أحبوا واحسنوا، ده محتاج شفقة، محتاج منك طبطبة واحتمال. ده الشيطان كسره وأسره، ده الشيطان لفه عليه، محتاج منك تطبطبه وتطلعه من ايد الشيطان لو قدرت، عشان يشوف فيك صورة المسيح وكلام المسيح الزكي. الصلاة بتدي استنارة، وبتدي كمان حاجة اجمل، بتديك ازاي في الوقت المناسب ترد، ازاي ترد على شخص يهينك، وازاي ترد على شخص يوجعك. الصلاة بتخليك انسان حكيم، انسان حكيم. امتى اسكت وامتى ارد، امتى اتكلم وامتى اسكت، عشان ما اخسرش حكمة السماء. واحد يطلع النهارده ويقول الله ما الناس هتفهم ان ده ضعف، اقول له ابدا يا حبيبي صدقني ابدا، انت لو عشت الصليب ابدا مش هتقول ده ضعف. لان الكتاب الحان اسبوع الالام تقول ايه؟ الذي اظهر لنا بالصليب او بالموت ما هو اعظم من القوة. ياه ايه ده؟ يعني هو الصليب اقوى من القوة؟ ايوة. ما انت مش هتقدر تاخد قوة الا بالصليب. ما انت لو ما صلبتش ذاتك واهواءك وشهواتك قلبك مش هتنقى. ساعتها تطلع تقول للعالم كله زي ما قال ابوك، ابوك قال من منكم يبكتني على خطيئة، وانت تقول للخطيئة والشيطان مش ممكن تهزمني، لان انا مت عن العالم وجلست على قمة العالم زي ما قال القديس الاول، عندما لا احتاج شيء من العالم، مش عايز منه حاجة، انا جلست فوقه عشان انا مصلي، انسان مصلي، قلبي متسع، قلبي مستنير، عندي حكمة الصلاة، حكمة السماء. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. بس لاحظوا أنت بتصلي قلبك هيوسع، وأنت بتصلي بتصلي لأجل الغلبان اللي هانك، بتصلي عشان مشاعر الكراهية اللي عندك ما تبقاش موجودة، وبتصلي له كمان، وده اللي ربنا بعتك علشانه. ربنا بعتك في العالم لمهمة، ربنا بعتك في العالم لمهمة مش لأي حاجة. ربنا قال لك وانت في العالم أرسلكم حملان وسط ذئاب. يعني ايه يا رب حملان وسط ذئاب؟ يعني الذئاب هتخلص علينا. يقول لك لا حبيبي، ده فكر العالم، فكر العالم ان الذئب بيجي ياكل الحمل، انما فكر ربنا مش كده. طب ايه فكرك يا رب؟ يقول تحول الذئب الى حمل. يرى الناس اعمالكم الحسنه يمجدوا اباكم الذي في السماوات. لما تصلي كتير ليك وللاعداء يحصل ايه؟ قلبي يتسع واستنير، واطلب للعدو ان يتحول من ذئب الى حمل. دي وظيفتك، دي وظيفتك،
يرى الناس أعمالك، أنت صورة المسيح، لازم تعمل كده، لازم تحول الذئب لحمل، دي وظيفتك في العالم، لازم تنشر المسيح. النهاردة المسيحية تعبانة ليه؟ عشان أنا مش صورة جميلة للمسيح. زمان أيام الرسل الاثناشر الكتاب قال عنهم كده، دول اللي غزوا العالم كله، كل العالم، واتقال عنهم ليس لي فضة ولا ذهب. بطرس الرسول لما جه يعمل المعجزة مع الراجل الأعرج قال له اديني، قال له ما عنديش حاجة اديها لك، ليس لي فضة ولا ذهب، إنما اللي عندي اديهولك، باسم يسوع الناصر قم امشي. هل أنت فيك وجه يسوع الناصر النهاردة؟ هل أنا في صورة هذا الناصر المصلوب المقام من الأموات الذي أحب أعداؤه وأحبهم للمنتهى؟ بالعكس، ده بذل نفسه عنهم، ده مش بس أحب، ده أحب سامح، أحب فدى. يا رب سيبهم ما يعرفوش، يا رب سيبهم ما يعرفوش، دول غلابة، وبعدين يفديهم بدمه عشان ياخدوا نعمة السماء. هل أنا الصورة دي؟ اوعى تفتكر انك انت اقل من ابوك، انت ابن الملك، وابن الملك يتصرف تصرفات الملك، والسفير زي ما قال المسيح نسعى كسفراء للمسيح، انت سفير المسيح على الارض، لازم تتكلم بلغة بلدك لغة السماء، ولازم تتكلم بلغة رئيسك اللي بعتك لغة رئيسك المسيح. احنا هربنا ليه من وضعنا المسيحي؟ هربنا ليه؟ النهاردة لما اشوف واحد بيسيء لي بسامحه، والنهاردة لما اشوف واحد بيسيء لأسرتي على مستوى اعلى شوية بحاول ابقى رسول سلام، ولا بنضم للأسرة ونزعل كلنا من الواحد. وصدقوني لو اتكلم بمعنى اشمل واقول النهاردة العداء للمسيحية بشكل سافر جدا. لو انا النهاردة لقيت واحد بيكره المسيحية والمسيحيين اعمل معاه ايه؟ موقفي منه ايه؟ اتجنبه؟ واحد يقول لك اتجنبه، والتاني يقول ابعد عنه، والتالت يقول لما تحصل مصيبة اقول له فينك يا رب، انت سايبنا ليه يا رب، وفين محبتك انت يا اخي، وفين صلاتك من اجل الاعداء. اجمل مبشرة شفناها في القرن في الايام الحالية، فاكرين الست اللي بنتها في كنيسة من الكنائس اعتقد الوراء اللي اتقتلت في حادثة من حوادث الارهاب، وجابوها مرة في التلفزيون بتتكلم بتقول انا مش عايزة انتقم، مش عايزة نقمة، ده انا بصلي لهم عشان هم يتوبوا وقدموا توبة عشان لما يروحوا السماء يبقوا تايبين. يا سلام، الست البسيطة دي صارت اعظم معلمة. انا النهاردة فيا القلب ده، فيا القلب ده اللي النهاردة بقول لربنا فعلا يا رب هصلي عشان قلبي يتسع وعشان المحبة اللي فيها تظهر للناس. صلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويضطهدونكم. خلي عندك مشاعر حب، خلي عندك مشاعر مقدسة. أنا عايز أحب وأستزيد في الحب بحب من حب ربنا، وأعطي بدون حدود زي ما قالت الوصية، إدي ادي بدون حدود. بس كل وصية حبيبي محتاجة معها شوية حكمة، كل وصية محتاجة معها ازاي تقعد بحكمة وانت في الصلاة تقول له اديني يا رب اتصرف في الحكمة دي. صدقوني الجيل النهاردة عايز كتب يتكتب فيها، وانجيل النهاردة يصح كل واحد فينا، احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويضطهدونكم. النهاردة محتاج مراجعة بيتي، محتاج مراجعة لأسرتي،
متأسف ليكم وسامحوني مشاكلنا كترت ليه؟ ده انا مش عارف اصلي لاجل زوجتي، والزوجة مش عارفة تصلي لاجل جوزها، والاتنين مش عارفين يصلوا لاجل ولادهم، ولا جاري صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي، جرى ايه؟ جرى ايه؟ ايه اللي جرى؟ نسينا المبدأ ليه؟ نسينا مسيحيتنا النهاردة ليه؟ ربنا بيقول لك النهاردة بفكرك بالدستور بتاعك. اوعى ما يبقى لكش دستور، اوعى تتوه في العالم وتنسى دستورك. دستورك اهو المسيح بيصبح عليك النهاردة وبقول لك انقل الدستور ده لكل حبايبك، انقل الدستور ده لكل بيتك، انقل الدستور ده لكل الناس اللي بتشوفهم. بالعكس ده يقول لك انقل الدستور ده مش للناس بس، لغير المسيحي، لغير المسيحي انقله الدستور ده، يمكن يشوفك يتعلم منك، يمكن يشوفك يسأل عن ربنا اللي علمك. انقل، خليك صورة، خليك تلفزيون متحرك للمسيح. أنتم رسالة المسيح، أنت صورة المسيح، أنت ابن المسيح. ابن المسيح اتصرف زي المسيح، ليك مجد ما تبيعوش، ليك مجد ما تبيعوش، وليك سما لما تنفذ هذه الوصية بقلبك. ده اندراوس الرسول مرة من المرات كان عايز يروح يبشر في بلده وما عندوش فلوس، قال لحد من التلاميذ تعالى بعني لحد في البلد دي عشان انت تقبض وتصرف على الغلابة وانا اروح البلد دي ابشر حتى لو رحت فيها كعبد. يا سلام، ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ ايه العظمة بتاعت ابائنا الرسل دول؟ خلفونا رسل زيهم، احنا فين؟ احنا فين لما خدنا منهم هذه الرسالة؟ لما خدنا منهم النفخة دي، احنا فين منهم؟ ربنا اداهم النفخة، نفخة الروح القدس، ونقلوا لنا النفخة دي، والروح القدس حل فينا بعد المعمودية. ايه اللي جرالنا؟ طمسنا المعمودية ليه؟ ما انا لو كنت اعتمدت مع المسيح وقمت معاه بالفعل في جدة الحياة، في حياة جديدة زي ما قال بولس الرسول، كنت هعمل دستور النهاردة، كنت هشتغل بهذا الدستور. انا خدت نفخة الروح، خدتها، وخدت مسحة الميرون، اخدته، ومت مع المسيح في المعمودية. جدد ده كل حبيبي بالتوبة والصلاة، وخليك رسالة مقروءة من جميع الناس، جميع الناس، حتى اعدائك، حتى اللي بيرهبوا، حتى الارهابيين، خليك رسالة ليهم. وصل لهم كيف يكون الحب، كيف يكون الحب اللي حبهن ربنا ومات من اجلنا. الموضوع طويل وايات الموضوع كتيرة جدا، لو تأملنا فيها كل آية بس عايزة وعظة طويلة. ربنا يدينا نعيش هذه الآيات، مش مهم نسمعها بس، احنا محتاجين زي ما كانت العذراء تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. انا محتاج اعيش الأمور دي، اعيشها مش احفظها، انا محتاج اعيشها مش احفظها. احنا محتاجين مش نقرأ الكتاب المقدس، نعيش الكتاب المقدس. مش محتاجين كلمتين صلاة نقولهم ابدا، انا محتاج اعيش كل كلمة بقولها زي ما المسيح علمني. ربنا يدينا حياة الحب، يدينا حب حتى اعدائنا، لله المجد من الآن وإلى الأبد. أغنية خنوم اسمي إني إسوا بنت باي بيوي بيوي كطاب فرا أني من را تنتبه اخرستوس عارف رستا فينا ري غنوتين شو سن بترنتي صوتو قسماري اسمافين بين صوتي رنتي فكان النوفي ناني فور بيمي بشوي سني غنى شوي سنيوت نابن صورون بسبين تاني ما سيتن تفكان النوفي ناني فولتو بيمي بشوي سري